يسلموا عمي عطاء، تناول الكرسي وتعود بدي احكي معك كلمتين. اي قعده تفضل حجي. ناقصك شي ببيتك عمي؟ لازمك مصاري اي شي؟ ها اوعك بحياتك تقصر على المستوره حرمتك. مستوره معي والحمد لله حجي. ايه الحمد لله. شوف عمي عطاء، بيقولوا اكبر منك بيوم اعلم منك بسنه، انا راح احكيك كلمتين تحطهم حلا بدنيك لحتى ترتاح مع بيتك ومع حرمتك. بتمون يا حجي بتمون، تفضل. شوف عمي، النسوان بالذات بدك تعرف شلون تتعامل معهم لحتى تريح مخك وترتاح حرمتك معك. تعرف ايمتى تشد وايمتى ترخي، يعني شد ورخي شد ورخي. مرات بتطنشها كأنها مو موجودة، بتعتبرها بتسوى متليك لحتى تحفى وراك وتترجاك تراضيها. ومرات بدك تحطها على راسك وتعملها كأنها ملكة، بس ايمتى؟ لما بتحس انه هي مظلومة معك وراح تتركك وتمشي وتتعرمط فيها. فهمتني؟ يعني إلا هي إلا إلا دوز، شلون مصلحتنا منعيرة إلا دوز. بتعرف حجي، منيح انك فتحت الموضوع، انا متضايق من كم شغلة وماني عارفان مع مين بدي احكي. يا سبحان الله، شفت شلون انا حاسس عليك. قول عمي، قول، افتح قلبك وقول. انت بمثابة ابي حجي، وهلأ حطيت ايدك على الجرح مزبوط. انا ما عم بعرف اتعامل مع دينا. تصور حجي، امبارح فتت على البيت لقيتها. وينك يا جميلة؟ ايه يلا جاية جاية. ايه ما عم تخليني اقرب عليها، كأنه مو عاجبها ومو ملي لعيني. بيناتنا يا حجي حاسس عم تقارني بجوزها الاولاني، ولما واجهتها بالحكي قالت لي بكل عين جفصة ووقاحة ايه هو كان سيد رجال وصعب غيره يعبي مطرحه. بيصير حجي؟ بيصير تحاكيني هيك؟ انا جوزها. والله على هواك يا عطا صعب يكملوا مع بعضه، بيني إن مو طايقته نهائيا. على شو بدها تطيقه؟ طبعا بدها تقارنه معي. أين السرى من السرية؟